بمجموع جوائز يتجاوز 60 مليون دولار بمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة في 20 بطولة مختلفة ولمدة 8 أسابيع. المملكة تحتضن كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، لقاء جديد مع ضيف مختلف وغيرها الكثير من التفاصيل حول كأس العالم للرياضات الإلكترونية واللي راح نتناقشها في حلقة اليوم من برنامج رياضات إلكترونية. أنا عبدالله الماكي. بعد عدة أيام من الآن تحتضن مدينة الرياض في الفترة من 4 يوليو حتى 25 أغسطس كأس العالم للرياضات الإلكترونية في نسختها الأولى، والتي سوف تقام منافساتها في بوليفارد رياض سيتي، وبمشاركة أكثر من 2500 لاعب ولاعبة يمثلون نخبة الفرق والأندية الدولية بجوائز مالية هي الأغلى في تاريخ قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية بإجمالي يتجاوز 60 مليون دولار. ويمثل الكأس ومجموعة جوائزه الاستثنائية خطوة مهمة في سعي مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، وهي الجهة المنظمة للحدث، لتطوير وتنمية القطاع في ظل تقديم خيارات مستدامة للمسارات العملية للاعبين والأندية متعددة الفرق، بالإضافة إلى دعم المؤسسة في كونها منصة جاذبة لهم والاحتفاء بالتميز في الرياضات الإلكترونية بجماهيرية المجال. ويجمع كأس العالم للرياضات الإلكترونية مجتمع الألعاب الإلكترونية العالمي من اللاعبين والمشجعين ومنتجي وناشري الألعاب تحت مظلة أكبر حدث في تاريخ الرياضات والألعاب الإلكترونية، كما يوفر فرصة نادرة لتوحيد جهود وطموحات الشركاء ومنتجي وناشري الألعاب ضمن احتفال عالمي للرياضات الإلكترونية يضم مختلف الألعاب ويعزز من تواصلهم مع قاعدة جماهيرية عالمية ومتنوعة. ويهدف الحدث إلى تعزيز جهود مختلف الجهات في المملكة والعالم للارتقاء بواقع الرياضات الإلكترونية وتأثيرها الإيجابي على المجتمعات ونمط الحياة، ودورها في تعزيز التواصل الثقافي وتشجيع العلامات التجارية والشركات على تبني الرياضات الإلكترونية كمجال أساسي للاستثمار. ومن خلال نظام تنافسي مبتكر ستقدم بطولة الأندية 20 مليون دولار لأفضل 16 نادي بناء على أدائهم الإجمالي، وسيتم تقسيم مجموع الجوائز المتبقية إلى 3 فئات إضافية هي الحدث الرئيسي ومكافأة اللاعبين والتصفيات التأهيلية، وسيكون لكل بطولة من بطولات الأحداث الرئيسية البالغ عددها 20 منافسة جوائزها الخاصة بإجمالي يتجاوز 33 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك سيتم منح مكافأة لأفضل لاعب في كل منافسة بقيمة 50,000 دولار. وقبل انطلاق الأحداث الرئيسية سيتم تقديم أكثر من 7 مليون دولار تتنافس عليه الفرق لحجز مقعدها عبر بطولات التصفيات المؤهلة والتي يديرها الناشرون والشركاء وEFG. وكانت مؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية قد أعلنت مؤخراً عن الجدول الرسمي للبطولة والذي يضم 20 منافسة في مجموعة متنوعة من أشهر الألعاب على مستوى العالم، وهي Apex Legends, Counter Strike 2, Dota 2, EA Sport, FC 24, Fortnite وFree Fire وببجي موبايل ورينبو 6 Siege وTekken 8 وStreet Fighter وOverwatch وغيرها الكثير من الألعاب. والآن أعزائي المشاهدين راح نستكمل حلقتنا لكن مع ضيف مميز لمناقشة العديد من التفاصيل حول كأس العالم للرياضات الإلكترونية. بينضم لنا عتيق، مقدم ومعلق ومختص بالتسويق والمحتوى الرقمي للرياضات الإلكترونية. أهلا بك عتيق وحياك الله. الله يحييك ويبقيك أخوي عبد الله، وحياكم الله أعزائي المشاهدين. عتيق، ما هي أهمية استضافة السعودية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2024، وكيف يعزز ذلك من مكانة المملكة في هذا القطاع على الصعيد العالمي؟ استضافة كأس العالم للرياضات الإلكترونية هي خطوة استراتيجية من المملكة العربية السعودية لجذب الأنظار العالم كله نحو المملكة العربية السعودية، ويكون فيها قلب الأحداث العالمية والحديثة أيضا خصوصا في مجال الرياضات الإلكترونية وجذب الاستثمارات نحوها. ما هي الفوائد الاقتصادية المتوقعة من استضافة هذا الحدث الكبير في الرياض، وكيف ستؤثر على الاقتصاد المحلي؟ من الفوائد الاقتصادية كثيرة ومتنوعة، منها السياحة وراح تخلق برضو فرص عمل كثيرة، وأيضا راح نشوف فيها انفاق عالي من قطاعات مختلفة في هذا المجال وتعزيزه أيضا، وفي وحتى برضو تأكيد على هذا الكلام هو بإذن الله مساعدة للاستراتيجية الوطنية للألعاب الإلكترونية في جعل الرياض مركز للعبة وجعل المملكة العربية السعودية مركز
للألعاب ورياضات الإلكترونية، وبإذن الله هذا جالسين نشوف نتائجه مع هذا الحدث. عتيق، كيف يتم إعداد اللاعبين والأندية للمشاركة في هذه المنافسات الكبيرة، وما هي التوقعات لأداء الفرق السعودية؟ كل الفرق والأندية المشاركة والمتأهلة معنا في كأس العالم للرياضات الإلكترونية يتم إعدادهم بتدريبات مكثفة بساعات كثيرة، وأيضا تدريبات تأخذ منهم وقت وجهد جدا جدا كبير. أيضا هي تختلف برضو من لعبة للعبة، وكل رياضة وأسلوبها وطريقتها. أيضا الأندية كيف استراتيجياتهم وتخطيطهم في هذه المنافسات، والأندية السعودية المتأهلة معنا في الرياضات الإلكترونية متأملين فيهم بشكل جدا كبير، ومتوقعين فوزهم في بعض الألعاب المتأهلين حتى برضو هم فيها، منافستهم شرسة، وبإذن الله نشوفهم يحققون اللقب ويعني نستضيف ونفوز برضو في البطولة، ليش لا؟ عتيق، كيف تم اختيار الفرق والأندية المشاركة في البطولة، وما هي المعايير التي يجب أن تفي بها؟ يتم اختيار الأندية المشاركة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية بناء على التصفيات السابقة اللي صارت لها، أو أحداث السابقة اللي كانت موجودة لها. لكل لعبة كان لها أحداث، كان لها بطولات صارت من بداية هذه السنة اللي كانوا حققوا فيها مراكز عالية، تأهلوا بشكل مباشر على طول لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، أو ممكن عن طريق تصفيات خاصة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية يشاركون فيها الأندية، ومن بعدها يتأهلون على طول إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية. وفي بعض المناطق تكون بالترشيح، يعني بحكم أن ما عندهم الفرصة أنهم يشاركون في بعض التصفيات وأدائهم جدا بارز وإنجازاتهم تتكلم عنهم، فيتأهلون بشكل مباشر إلى كأس العالم للرياضات الإلكترونية. في النهاية، كيف يمكن للمشجعين من مختلف أنحاء العالم متابعة الحدث والمشاركة في الأنشطة المصاحبة له؟ طبعاً يمدي للكل أن يحضر معنا الحدث الكبير اللي راح يكون في الرياض في البوليفارد سيتي، حدث رياضات إلكترونية راح يصاحبه أحداث ثانية من فعاليات كثيرة، وأيضاً البطولات نفسها اللي راح تكون كثيرة مرة بصراحة، 3 إلى 4 بطولات راح تكون في نفس الوقت. فأيضاً تقدر تروحون كمشاهدين تحضرون وتشاركون في البطولات اللي راح تكون هناك، بطولات مجتمعية وعليها برضو جوائز مادية. لكن بالنسبة للمشاهدين اللي ما عندهم الفرصة انهم يقدرون يحضرون معنا الحدث، يقدرون يتابعونه عن طريق البث المباشر اللي راح يكون للقنوات الخاصة في كأس العالم للرياضات الإلكترونية، او ايضا في بعض القنوات التلفزيونية اللي راح تبثها بإذن الله، او تبث هذا الحدث وتنقله لكم. وحاب انوه برضو ان البث والبث المباشر الخاص بالرياضات الإلكترونية وخاص بالبطولات راح يبث في اكثر من لغة، وخاصة لكل لعبة ولكل منطقة، فراح ينتشر للعالم بشكل كامل، وأنا بصراحة جدا جدا متشوق له. شكرا لك عتيق على تواجدك معنا اليوم، وأنا جدا سعيد بالحديث معك. شكرا لك أخوي عبد الله، وشكرا لكم على الاستضافة. وهنا وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج رياضات إلكترونية، أشوفكم في الحلقات القادمة.